السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمه. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ هاد الفيديو ان شاء الله غدا تكون على يعني بيع التكاشط اللي نتوما طلبتوها مني قبل ما نمشي للمغرب. قلتوا لي يا حليمه جيبي لينا معك تكيشطات، جيبي لينا معك يعني ملابس مغربيه كيف غتشوفوا في العنوان. ندوزو دابا التكيشطات اللي انا جاوني. جوج ديال التكاشط جبتهم معايا، وجوج ديال التكاشط جاوني على ود صيفطتهم مع شي ناس. وحده في البيض تباعت، مشات السيده عندها العرس ديالها غادا تتزوج، يعني كيف شافت هذيك البيضه خداتها باش يعني تخرج بها ملي تبغي تمشي العين دياب. الاخت من كازا اللي كنقول لها عرس مبارك سعيد، ويدخلوا عليكم الله براحة واستمرار وب يعني الصبر وبوليدات اللي كبروا في عزكم. دابا غادي ندوزو للتكيشطات، وغادي ندوزو لواحد اللبسه حتى هي اللي جاتني من دبي، جابتها لي بنتي، ولكن غادي ندوزو للتكيشطات وغادي تشوفوهم، ومن بعد غادي نتحدث معكم واحد شويه. التكيشطات البنات كاينه هادي اللي انا جبتهم معايا، كاينه هادي اللي هي منبته بالحجر. نحاول ندخل يديا باش ما نضيعوش الوقت. فوالا تكيشطه غزاله غزاله غزاله، وغادي نقول لكم الا بغيتو تزيدوا تزينوها هانتوما. تكيشطه اللي هي يا بالحجر منبته وبالعقيق، وهنايا يعني مخدومه بالسم، وهي يا في الغوز في داك الفانيدي البارد اللي كنحمق عليه، وعملوا ليها هاد اللون، هاد الخياطه الجهنميه اللي هي قتلاتها وجات معاها. عملوا ليها هاد السومو اللي هو خيطوه مع الغوز اللي عطاها واحد المنظر غزال غزال غزال، لا في الكميمات ولا في التكشيطه اللي هي جات كلها من التحت. سمحوا لي على الاضاءه البنات، مشيت اليوم باش نشري كاميرا وغادي نعاود لكم اش وقع ليا. فوالا ها نتوما يا كيفاش عامله غزاله هاد التكشيطه اللي هي يا البنات. فوالا جات عامله هكذا حتى لتحت ديالها. انا تكاشت في العاده ملي كنجيبهم كنجيبهم مطروزين من اللور من هنايا. هادو خديتهم وملي حليتهم لقيتهمش مطروزين من اللور، وما بقاش ليا الوقت باش نردهم ليه، لهذا مطروزه من القدام. ولكن الا عملنا ليها واحد المكياج اللي الا كنتي محتجبه تعملي واحد الزيف اللي غادي يكون في اللون ديالها اللي هو غوز فانيدي، وتعملي ليها واحد المكياج اللي يكون في لابوبيار داخل فيه شويه ديال السومو، يعني يكون داخل فيه داك شويه ديال السومو غادي يكبر لك العين، وغادي يعطي واحد النظره لهاد الخياطه اللي هو السومو دخلوه في الغوز. ما عندي ما نقول لهم. كاينه هادي في الغوزانديان البنات، غوزانديان جات عامله هكذا خياطه عين عقده. انا غادي نقرب عندكم، بغيت غير ندخل يديا باش نوري لكم. فوالا هنا عندها الحجر ديالها هكذا، انتم كتشوفوا فيه. فوالا جات عامله هكذا، وهنايا جات عين عقده بالقيطان وب السقلي اللي هو فضي، ماشي السقلي اللي هو يا السم الصفر، السقلي اللي هو فضي باللون فضي. جات غزاله عندها الحزامه ديالتها اللي هي هكذا نفس الحجر اللي هو فيها.
هذه الحزامه ديالتها، هذه غزاله البنات كتحمق الى كن ستوندار، كيجيو مع كل شيء. حاجه اللي ماشي ستوندار هي اللي غادي نقول لكم عليها، هادو ستوندار كيجيو مع كل شيء. وهذه وكذلك جاتني يعني خديتها هي وهذيك، ما كنتش عارفاهم ملي كانوا في لومبالاج ديالهم، ما كنتش عارفاهم بالما ما عملوش ليهم ديك الطازه من اللور، يعني الطازه كاينه غير من القدام، ولكن اللي عملنا ليهم يعني كيف قلت لكم واحد الزوياف، واحد المكياج غادي يعطيهم واحد النظره اللي تكشيطه ملي كتلبسيها. ثقوا بيا، جلست مع ناس اللي مخيطين تكاشط والتوب ديالهم اللي طيح عليهم بجوج المليون، جوج المليون ونص، ولابسه انا تكشيطه اللي طايحه عليا ب 60000 ريال، يعني 300 اورو اللي ولاو هما كيقولوا لي فين خيطتي التكشيطه ديالتك. يعني التكشيطه ما بقاتش خلصتها بالقاد ولا بالقد، بعض المرات كنشريو شي تيشورت غير ب 10 اورو، ولا عرفنا نلبسوه ونقادوه كيولي كيسوى اكثر من 10 اورو. لهذا قلت لكم تكشطات مع المكياج ومع اللبسه اللي غنعملوا ليهم تجي كيجيو زوينين. هادي خت الخضراء اللي كنت لابسه وقلت لكم تباعت مشات، جاب لي هادي وجاب لي البيضة اللي العروسة داتها، يعني العروسة دات خت هادي في البيض ومنبته كلها هكا، قالت لك باش يعني في الليله ديال العرس ديالها ملي كيبغيو الناس يطلعوا العين الدياب، ما بقاوش دابا كيطلعوا بالكسوه ديال المغياج، ولاو دابا كيطلعوا يا اما بتكشيطه ولا ب يعني شي لبسه اللي كتكون بحال الشكل ديال هاد الفراشه اللي انا غنقاسم معكم، اللي هي جاتني من دبي، جابتها لي بنتي. هادي البنات مطروزه من اللور وكلها منبته هكذا من اللور، وهنايا عندها هاد الشكيل، يعني هادي وديك البيضه اللي تباعت خوت هذيك الصفراء اللي كنت فيلميت ليكم، وخوت الخضراء اللي كنت فيلميت ليكم اختها، ولكن هادوك مشاو مساكن. اذا دوزت هادو، اذا دابا غادي ندوزو للبسه اللي هي جاتني من دبي. ها هي يا هانتوما غزاله الشكل ديالها، عامل كل فراشه هكذا، فوالا كتخشي يديك عامله هكذا. هادي جاتني كتحمق، لبستها واحد النهار وكانوا الناس غيجيو عندي، كنت عارضه على الضياف ولبستها. البنات كتحمق تتحمق كتحمق غزاله هذه. علاش غادي نبيعها؟ غادي نقول لكم علاش غنبيعها. قبل كنت غليظه، كنت كنوزن تقريبا 84 كيلو، اليوم تعبت كنوزن 59 كيلو. غادي تلاحظوها فيا على ديك المشاكل اللي وقعت ليا، طيحت 2 كيلو. لهذا قلت بلا ما نبقى مخليها عندي، الا كانت شي واحد كتهمو هاد الفراشه غزاله غزاله من اللور هالشكل ديالها، ومن هنايا هالشكل ديالها. دابا جيت باش نقول لكم بينما كيفاش عرفت نفسي ضعافيت، على ود لبست شي بان شي سراول ديالي اللي هما يا جاوني بيزار، يعني جاوني شويه كبار، ومشيت كنتوزن وانا لقى طيحت 2 كيلو، راني في 59 كيلو مع ديك المشاكل اللي وقعت ليا. المهم بغيت نشكر شي ناس، وبغيت نشكرهم يعني، وبغيت الناس كلهم يعرفوا بينما الناس عندي عزاز اللي بغيت نشكر القناة ديال هناء.
هنا اللي وقيل يمكن القناة ديالها أفكار من بيتي، ولا هنا اللي عندها جوج ديال الوليدات اللي هي يعني واحد المرأة كتخدم على ما شفت ملي دخلت كنشوف في القناة ديالها، كتخدم في صالون ديال الكوافور اللي هي محتجبة، واحد الإنسانة ديناميك، ديما كتشقى، ديما كتخدم، ديما كتعطي، ديما كتقاسم، يعني واحد الإنسانة اللي ما شاء الله ما شاء الله عليها. تنشكرك على التعليق ديالك، وكنقول لك منك مناش كنتعلمو، ومنك يعني مناش كناخدو حتى حنا خد وعطاء منك من القناة ديالك. بزاف ديال الحوايج كنستافدهم، والله يطول لك عمرك لوليداتك والزوج ديالك والعائلة ديالتك. كنشكر وكذلك الأخت فضاء صفاء، كنشكرك على داك التعليق ديالك اللي ما تخيليش. صفاء، ملي قلتي عندي لكم واحد المفاجأة، انا كان كيحسب لي الزوج ديالك غادي يبان لينا، يعني عمل قلبي فز واحد شوية وانتي تقولي لينا الزوج ديالي خلص عليا انا والوليدات باش نمشيو للمغرب. يعني الفرحة ديالي كانت فرحة، وملي قلتي المغرب قلت معليش اللهم تمشي للمغرب في وسط عائلتها وحبابها مع الأب ديالها، ولا تبقى يعني داك شهر 8 الإنسان كيبقاه. أنا مثلا هاني شهر 8 قطعت ليه ووجدت ليه، ويعني حضرت له كل شيء، وجيت حتى الاخر وحسيت بما شي حاجة غادا توقع ليا وما بغيتش نمشي. وملي مشيت هاني شهر 8، أول شهر 8 كنحصل هنا في باريس، اللي دابيتود ملي ما كندخلش للمغرب كنمشي لبلايص وحدين اخرين، ولكن هذا الشيء كتبه الله سبحانه وتعالى مالي يد في هذا الشيء اللي بغيت نقول وبغيت نصمم عليه. وهو واحد الاخت بغيت نشكرها بزاف، الاخت فاتحة، اللي هي عيطات عليا وطيحت عليا واحد الفكرة اللي انا نسيتها. تنشكرك بزاف، وتنطلب الله سبحانه وتعالى يطول لك عمرك ويخليك لينا اللي هي جاتي هنا في مودون. تنشكرك بزاف، تنشكر وكذلك فوزية اللي هي صاحبتي واختي من الطفولة، من اللي كنا صغار وحنا كنا يعني في المغرب بنات حومة وحدة، وهي كتعيش في لافرانس وانا كنعيش في لافرانس، وكان وعيطات عليا ونساتني في ديك الوحدانيه ديالتي ملي كنت في الدار ديالي. تنشكر الناس اللي هما اتصلوا بيا في التليفون في الخاص ديالي، الناس اللي تحققت من جهتي، الناس اللي قالوا لي كل ما عملتي ما تندميش عليه، الله يعمر الله سبحانه وتعالى يزيدولك في ميزان حسناتك. اما الموضوع ديال القناده اللي اتصلتوا بيا قبيله وانا كنت كنتقدى في دوك لي بانطالو، قلت لكم لا طاي ديالي دابا وليت كنعمل 38 38 البنات من 46 وليت كنعمل 38. الملابس ديالي اللي هي ديال الفوق كنقص منها، اما من ناحيه السراول مشيت بدلتهم كلهم. تنشكر الناس اللي فريمون فريمون في ديك المحنه ديالي، لقيتكم في الهاتف، لقيتكم في التعليقات، لقيتكم في يعني في ثقوا بيا. كنت غادي نسد القناه ديالي، وكنت بغيت نعطي نفسي واحد شويه ديال الراحه، وبغيت نعمل واحد يعني واحد الحيط ديال بيرلان اللي ريبوه، كنت بغيت نعمل اعلى منه ونرجع يعني لواحد الصمود اللي انا كنبغيه. ولكن الناس اللي مضمين القناه ديالي يعني تيقولوا لي حليمه حنا اش ذنبنا في هذا الشيء، حليمه حنا اشنو عملنا في هذا الشيء. تنقول لكم بين ما عندكم حق، انتم ما عملتوا حتى حاجه في هذا الشيء، وكنطلب منكم المسامحه على الاضاءه. مشيت اليوم باش ناخذ كاميرا
او بورتابل. وانا نلقى داك السيد اللي كيعطيك نصائح كاين غير بوحدو، على ود حنا في شهر 8 واقفين عليه 4 ديال الناس. يعني امتى انا غادي توصلني النوبه؟ سمحت في الكاميرا وسمحت في كل شيء ودخلت للدار، كان فيلمي لكم بالبورتابل ديالي اللي غادي نقول لكم. يعني الى الفيديوهات ديالي كيدخلوكم، ماشي حليمه اللي كتعرفوا تبدلت عليكم، ثقوا بيا. الى هادشي اللي دزت منه، الناس كيحكيوا لي قالوا لي دخلنا لوبيتال، دخلنا السبيطار، دازوا في هاد المشاكل اللي دزت منها انايا، ونعسوا في السبيطار وقالوا لي كيفاش راكي واقفه وكتكلمي. قلت لهم واقفه بالناس اللي مضمه القناه ديالي، الناس اللي كتعيط عليا، الناس اللي كتونسني، الناس اللي كتقول لي حليمه يعني حطيها في يد الله سبحانه وتعالى، هو اللي عارف الظالم من المظلوم. وانا حطيتها في يد الله سبحانه وتعالى، ومحيت ثلاثه ديال الفيديوهات، ومحيت الرابعه اللي انا حطيتهم محيتهم بيديا، باش ما يبقى حتى مشكل ما بيني وبين خويا اللي هو ماشي خويا من امي وبا، اللي انا كنت معتبره خويا، اللي هو يا كان كنت كنمشي وكنبيع وكنشري معاك في السوق. لو كان شديتيني وشعلتي معايا بتصفيقه ما نقولش اح، علاش؟ على ود انت في عيني وفي نظري اليومين هذا تاج فوق راسي. فين ما كنتفكرك تنقول مشيتي ضحيه، مشيتي ضحيه في وسط رجلين النساء، مشيتي ضحيه. لهذا كنقول لك انا مسامحك، مسامحك اليوم القيامه، وما عمرني ننساك. ولو تلقاني في شي بلاصه وتجي تشعل معايا بتصفيقه نقول لك هل حنك الاخر الا ما قدكش هذا. لهذا كنقول لكم في هاد الفيديو، في هاد الايامات الجايه اللي راه غادي تكون جايه، غادي نقاسم معكم، وغادي يعني بزاف ديال الحوايج اللي كنت بغيت نفيلمي لكم في المغرب، كنت بغيت نعرفكم على البلاصه اللي تزدت فيها، كنت بغيت نديكم الاماكن الطبيعيه اللي ماشي الاماكن ديال اباها اللي كنت بغيت نشارك معكم. ولكن مع الاسف دخلت باش نعيد من بعد 37 سنه اللي ما عيدتش في المغرب، دخلت باش نعيد، صدقوا معيدين عليا. الله اللي بغى مرحبا، انا غير كنقول بينما الله ياخذ الحق في الظالم. اما يعني هذاك السيد اللي انا يا كيف قلت لكم هذاك مشى ضحيه في رجلين النساء، والله سبحانه وتعالى اللي غادي يعني الوقت والزمان والايام كتوريك واش غلطتي ولا غلطوا فيك. وثقوا بيا، الله سبحانه وتعالى منزل علينا ديك نعمه النسيان، كنساو يعني كتبكي على والديك حتى تعياي، وكتجي واحد الوقيته وكتضحكي، علاش؟ على ود الله سبحانه وتعالى منزل علينا نعمه النسيان، هي اللي غادي نخليها انايا. ولكن باش نسمح ما مسامحه حتى واحد فيهم الا الخويا اللي انا كنت معتبرك خويا وباقى معتبرك خويا ليوم القيامه. انا مسامحك، ويعني فين ما تجي ليا في بالي كيجي ليا با امي وباك امك، هما كيجيو قدامي وكتجي انت معاهم. كنطلب الله سبحانه وتعالى تقبط الوقت وتخمم وتقول هذيك السيده ما عملت فينا والو، كيف انت ما عملتي فيا والو. ما تنساوش بما غادي تجي بزاف بزاف ديال التعليقات السلبيه اللي غادي نقول لكم ما تطيحوش فيها. على ود دابا انا حسبت غادي تجي واحد 30 تعليقات سلبيه اللي ما تطيحوش فيها. كنتمنى الله سبحانه وتعالى نوصلوا ل 100000 ابوني اللي نتوما وعدتوني بها. وانايا ولو في هاد المحنه ديالي الله اللي عالم بيا، اللي بزاف اللي قالوا لي حليمه على هذيك القوه ديالك كيفاش عملتي تطحتي بسهوله، حنا لحم ودم، كنا كنبكيو وكنا ملي كي يديو يديبا.
شاركت معاكم الموت ديال امي، يعني الموت ديال الوالد ديالي. ما كانش عندي ديك الساعه قناه وما كانش حتى البورطابل، يعني شاركت معاكم فرحتي وقاحتي، شاركت معاكم كل شيء ملي شفت بين ما يعني الاخت كتعيط عليا اللي هي بنتهم وكتقول لي بغيتي تربحي الفلوس على ظهرنا في داك الشيء وانا نمحيه. يعني ما مريضنا ما عنده باس. لهذا كنطلب منكم تضموا القناة ديالي وتعملوا لي لايك لي لايك وتعملوا لو بارطاج، ما بقى لينا والو ونوصلوا ل 100000 ابوني. وكنشكركم بزاف 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 على التضامن ديالكم في المحنه ديالتي اللي انا باقا كنمر بها، اللي كيف قالوا لي الناس داكشي كل شيء اللي عملتيه الله يعمر، الله سبحانه وتعالى يكون لك في ميزان حسناتك، ولكن الشمتة اللي كتبقى تقتل فيك في الصباح وفي العشية أنا كندوي معاكم ولاقية راسي في باريس بوحدي وناوية نويت غدا نعيد في المغرب، صدقوا معيدين عليا. لهذا كنقول الله ياخذ الحق في الظالم، وكنقول لكم جو فوز امبراس اي جو فو ديا بيانتو. ما تنساوش 100000 ابوني، ما بقى ليها والو ونوصلوا ليها. والبنات والرجال اللي باغين يضعفوا ما عليكم غير بالوصفه اللي انا عطيتكم ديال الضعف، هاني وصلت 59 كيلو ووليت كنلبس السريولات اللي ما كنتش كنحلم في يوم من الايام غادي نلبسهم. والله حتى شريت قبيله اربعه اللي شريتهم بالاستخاص، يعني خديت تبرعت في الجين في الشكل وفي الانواع اللي كنتمناه ليكم. على ود انا زمان ما كنتش كنحلم ندخل في سروال من هذوك لي بانطالو ديال طاي 38. جو فوز امبراسي جو فو ديا بيانتو على بروشان فيديو. لي لايك لي لايك والتضامن في القناه ديالي باش نوصلوا ل 100000 ابوني. وكيف كيقولوا القافله تسير والكلاب تنبح، ياك هكذا كيقولوا، هادشي اللي كيقولوا لي صحاباتي اللي كيقولوا لي حليمه ما ترديش. هذا ماشي رد، هذا غير تفسير البنات للمرحله اللي انا كندوز منها باش نرجع لكم حليمه ديال زمان. خاصني شويه ديال الوقت، وكنقول لكم القناده جايين ان شاء الله. السيد اتصل بيا وقلت لي تجيب لي معاك القناده اللي هما جايين في الطريق واحد 10 ايام ويكونوا هنا عندي القناده. هاد المره غنقول لكم جو فوز امبراسي جو فو ديا بيانتو على بروشان فيديو. السلام عليكم.